السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، باحترام المسافات وتوقيت الظهور، يتقدم أمامكم تشكيل جوي لسبع طائرات للتدريب المتقدم من طراز ياك 130 في تناسق وانسجام مثالي، لتجسد التغطية الجوية في استعراض لقدراتها العملياتية الراقية. وطني وطني غالي الثمن، روحي مالي نفسي بدني، وأنا الحامي لك في المحن لتعيش حرا طول الزمن. خلال هذه المرحلة سيستعرض أشاوس الجو أمامكم عملية التزويد بالوقود جوا لطائرتين للدفاع الجوي سوخوي 30 من طرف طائرة التموين أليوشين 78، كما تضمن طائرتان مقاتلتان من نوع سوخوي 30، وفي نفس التشكيل عملية المراقبة لهذه المهمة. فسل إن رغبت حدود المدى، وسل حكمة الدهر بين العصور، تجيبك أن سعاة الهدى. كل قطر عربي كوكب في سمائي، وأنا ابن الكوكب، أنا جيل الوحدة الكبرى، له خفقة في كل قلب يعربي. يتواصل الاستعراض الجوي بأجواء الأكاديمية بتشكيل خماسي لطائرات الإسناد والتوغل سوخوي 24 الموجهة لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة. حصل على الفوز بالعلم، مش إلا بالمدافع والصواريخ، العلم كذلك ثاني.